أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: قال أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله تعالى في كتاب الإيمان له: يستدل بتفاوت الإيمان في القلب بقوله تعالى: فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن. يقول: أرجو توضيح ذلك. تفاوت الإيمان في القلب، إيش يقول السؤال؟ يقول أحسن الله إليكم: قال أبو عبيد يستدل بتفاوت الإيمان في القلب بقوله تعالى: فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن. ظاهر الآية الله أعلم بإيمانهن أنهن قد يكن غير مؤمنات في القلوب، وإنما تحايلن وأتينا مظهرات للإيمان لأجل التخلص، ما أشوف أنها تدل على التفاوت الإيمان في القلوب، إنما تدل على أننا ليس لنا إلا الظاهر، ولكن نمتحن من شككنا فيه، نجري عليه الامتحان حتى يتبين حقيقته. نعم.